أما بنهاية صباحنا لليوم حنروح لنحكي عن ظاهرة شفناها بالأيام الماضية، وهي ظاهرة الشهب اللي كانت مرئية بشكل كتير جميل بسماء سوريا. شفتي يا عفاف؟ لا وحياة الله كنت أنا دائما وقت يعني هذا المنظر جدا جميل ممتع للأشخاص اللي مهتمين بالظواهر الفلكية، وفي أساطير في قصص كتير إنه وقت نشوف شهب حدا بأنه تمنوا أمنية، حدا بيقول في إنه في ممكن تسمعي خبر تاني، ولكن اليوم نحن عم نحكي عن ظاهرة فلكية مو عن أساطير. اليوم شو علاقة هي الظاهرة بالنشاط الزلزالي؟ رح نتعرف على هي التفاصيل وغيرها، ورح نعرف لأيمتى نحن مستمرين بهي الأزمة الحرارية جدا خانقة، يعني إن شاء الله تكون مضيت. وضيفنا لليوم هو الدكتور محمد العصيري، رئيس الجمعية الفلكية السورية. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا بحضرتك. صباح الورد رشا، يسعد صباحك عفاف، يسعد صباحكم. محرومة من الأمنيات لأنك ما شفتيها. أنا عندي حساسية، الجو برا غبرة وهواء فاشي لا يطاق. بالليل بس كانت منظر ولا أجمل. طلعت امبارح بالليل كانت عم تنفنه وتمطر. ما راح عليك شيء، لسه الظاهرة مستمرة. لهلا مستمرة لآخر الأسبوع. طيب شو السبب بعد نزول هدول الشهب؟ الأرض تعبر ببقايا مذنب، هذا المذنب اسمه صفيف التطل. هذا المذنب اكتشف عام 1836، بقايا المذنب بقيت بمر المذنب كل 133 سنة، لكن بقاياه مستمرة بمدار حول الشمس، تتقاطع الأرض بمدار حول الشمس بهذه البقايا، فالاحتكاك ما بين البقايا والغلاف الجوي بيولد ألعاب نارية جميلة جدا تسمى شهب البرشاويات. تبدأ من ذروتها 11-12 آب، لكن هي تبدأ فعليا من بداية آب وتنتهي بنهاية آب، لكن الذروة 11-12 آب. فبيصير عنا بالسماء شهب عديدة كلها بتجي من كوكبة أو برج اسمه برشاوس، حمل رأس الغول بالعربي، هو أحد الكوكبات اللي من جهة الشمال الشرقي، فبتطلع شهب وكأنه جاي من هذا المكان وبتعبر السماء. دائما من 12 للأربعة الفجر هي أروع وأحسن وأفضل وقت لرصد هالشهب وتمني الأمنية. من 12 لل 4 وش الصبح. اليوم السوريين كلهم سهرانين بهذا الوقت، خصوصا على ذكر الشهب. هلا بدنا نرجع يعني دائما نحن نستفيد من خبرتك بهذا المجال، بس خلينا ضمن ظاهرة الشهب اليوم شو هي العلاقة اللي بتربطها بالنشاط الزلزالي؟ طبعا اليوم ما في شيء اسمه يعني احنا ما عم نشيع على شيء، نحن عم نحكي ظاهرة فلكية. لكن للأسف الشديد تم استثمار هذه الظاهرة الفلكية الطبيعية المكررة كل عام لربطها بما حدث من زلازل متوسطة في شمال ووسط تركيا. اليوم خليني أكون دقيق بهذا الموضوع. أولا زلزال، ثاني يعني كثير عم يطالبونا الأصدقاء الجمعية والمتابعين عن موضوع الهزات، عم يخافوا، عم يكون في قلق بسبب الحركة اللي صارت بشمال ووسط تركيا. نحن اليوم صار زلزال عندنا بستة شباط، هذا الزلزال لن يتكرر فرغ من الطاقة الشيء الكثير، وبالتالي خطر على منطقة شمال سوريا علميا لا يوجد، لأنه لما يصير زلزال بكل المصطلحات العلمية وبكل المراجع العلمية لا يمكن أن يتكرر زلزال بنفس القوة ونفس هذه الطاقة بنفس المكان، لأنه اليوم ما رجعت تشكلت الشيء اللي تم تفريغه خلال النشاط. شو حدث؟ طيب شو صار؟ يلي صار أنه هذا الزلزال ولد إجهادات على صفائح أخرى، يعني ولد حمل أعباء على صفائح أخرى. الصفائح الأخرى مثل الصفيحة التركية، صفيحة التركية وسط وشمال تركيا، صفيحة إسطنبول اللي هي بعيدة عنا وهي أساسا صفيحة زلزالية ومن الطبيعي أن يحدث فيها زلازل متوسطة، فشيء مو غريب، شيء متوقع، لكن هذا الشيء ما رح يوتر صفيحتنا، ما رح يحمل لصفيحتنا إجهادات، وبالتالي نحن بمعزل عما يحدث في شمال ووسط تركيا. ما يحدث الآن في تلك المنطقة لا يؤثر علينا. نعم بين قوسين هناك توقعات لا سمح الله بحدوث زلزال متوسط الشدة، يعني نحن عم نحكي 6 وما دون بشمال أو وسط تركيا، لكن لن يؤثر علينا. منطقتنا الآن في تراجع متزايد للهزات المتوسطة والضعيفة، ما عاد شعرنا فيها حتى الهزات الضعيفة فعليا بنهايتها، يعني انتهت عمليا، انتهت نظريا، انتهت عفوا عمليا، يمكن بقيان يعني شوي كضعيفة ما عاد شعرنا فيها. ما حدث بستة شباط صار ذكرى وانتهى، الله لا يعيده بإذن الله تعالى، لكن لا نخاف. نعم صار في عنا كثير ناس عندهم فوبيا من الزلازل، وللأسف رشا وعفاف خليني أنا أقدم خطوة لقدام. نحن أمام ظاهرة فلكية بيوم الخميس 30-31 آب، يلي هي القمر العملاق الأزرق، يلي هو قمر السنافر، يلي بني عليه فيلم السنافر. لما يتكرر القمر بدر مرتين بشهر قمري واحد
يسمى القمر الآخر بالقمر العملاق الأزرق. بواحد آب كان عندنا قمر عملاق سيتكرر بأكثر عملقة بثلاثين واحد وثلاثين آب. هذا الشيء فلكيا جميل جدا، ممكن رصد القمر بتفاصيله اكبر ظاهريا ب 14%، اوضح ب 14%، قطر 30% ظاهر، لكن ليس هو سبب لاي كارثه طبيعيه. لا نربط ولا نخاف، الان بلشت بعض صفحات الصفراء تربط احداث زلزاليه بهذا القمر مثل ما من يومين صارت هزات قالوا باللاذقيه وبحلب كمان، مو باللاذقيه وحلب حسوا فيها. هي ما عم تصير باللاذقيه وحلب، هي عم تصير بعيده تركيا. هي عم تصير بوسط وشمال تركيا والفالق ما بين ايران والعراق. تلك الاماكن مجهده لكن لن تؤثر علينا، حتى لا سمح الله لو حدث في تلك الاماكن زلزال، طبعا ما بنتمنى لاي دوله باي مكان بالعالم اي خطر. حتى لو حدث لن يكون تأثيره علينا سوى الشعور، مثل ما تفضلت يا عفاف، شعور إحساس والله حسينا كذا بيعمل. بس دكتور بجوز شعور نفسي أكثر ما يكون أكثر. يعني وصلنا نحن مثل عند لما نكون عند دكتور أسنان نشعر بالألم قبل ما يقرب فنحن للأسف الشديد صار أي هزة بسيطة نخاف صح. نشد لدرجة أنه لما صار الزلزال بشمال وسط تركيا الهزة الضعيفة كثير ناس نزلوا من بيوتها باللاذقية وبحلب. هذا شيء خطأ، لا نتعود خلاص موضوع انتهى ننسى. الآن أمامنا معضلة أكبر، أمامنا مشكلة أكبر مثل ما تفضلت فيها بالبداية اللي هي الحرارة. هون لازم نروح، الآن مشكلتنا هون وليس الزلزال. الزلزال انتهى، الزلزال خلاص سوريا أكلت نصيب تقيل للأسف الشديد، كانت كارثة، كان في ضحايا وشهداء الله يرحمهم آمين. 250 عام، كل 250 عام ليتكرر مثل هيك كارثة زلزالية وفق التاريخ، فخلص صار 6 شهور. بالنهاية هو قضاء وقدر يعني أكيد. في هامش قضاء وقدر كبير، يعني احنا ما حكينا على موضوع القضاء والقدر والأمور اللي الغيبية، لكن كعلميا انتهى الموضوع. لا نربط ما يحدث في الفالق الإيراني العراقي أو وسط وشمال تركيا بما حدث عنا، شيء منفصل نطمن. اما المشكله رشا طمنا هلا الحراره هلا انا طمنتكم على الزلازل وكان موضوع كثير حلو انه الحمد لله ما الحمد فيش. لله يعني لكن الان بدي نشوف بقى النص الفاضي. ضحك الدكتور، بس يضحك الدكتور معناتها في اخبار ما منيحه رح تتاخر الشتويه لحتى تجي. تمام، مو بس هيك الحراره للاسف الشديد في تصاعد. يعني نحن قلنا ويمكن كثير ناس قليله، يعني وفق المديريه العامه للارصاد الجويه حراره بارتفاع، يعني كان عندنا مرتفع حراره يوم الاحد واثنين زلوته، وكنا نحن وفق دراساتنا انه نحن مقبلين على صيف قاسي، وانا كثير حكيت بهالموضوع ومن زمان صحيح. انه نحن مقبلين على صيف قاسي، وحتى نحن اول من تحدث بآب رغم انه كثير ناس خالفونا وقالوا شلون بآب تموز اجى اعلى حرارته، شلون آب حيجي اعلى حرارته، ولكن اجى آب اعلى حرارته. للاسف نحن بتراكب ثلاث ظواهر، الاحتباس الحراري ونسبه غاز ثاني اكسيد الكربون يلي وصل ل 422 جزيء من كل مليون جزيء، والشيء الطبيعي 250 جزيء لكل مليون جزيء. اذا نحن عندنا غلاف جوي جديد غير غلافنا الجوي، نحن عايشين بطنجرة بخار طبيعية. كوكب الزهرة علمنا ما معنى الاحتباس الحراري، وعندنا ظاهرة النينو يلي هي ارتفاع حرارة المياه المحيط الهادئ عند خط الاستواء، المياه الاستوائية، وعندنا ظاهرة ما تعرف باسم القبب الحرارية أو اختلاف الضغط الحراري. ثلاثة تكاتفوا مع بعضهم، اتفقوا مع بعضهم، ولدوا حرارة بالعالم غير مسبوقة. ما عم نحكي على سوريا، عم نحكي بالعالم صحيح. هاواي ليست كارثة، ليست بعيدة عنا، 80 حالة وفاة بالحرائق الكارثية بهاواي. إذن صار عنا المغرب سجلت أعلى درجة حرارة بتاريخها، آب سيكون الأعلى حرارة عالميا. سوريا دمشق مبارح فوق 45، دمشق 45، شمال دمشق وصلت 49. يعني نحن عم نحكي هذا بالظل وقربنا من الخمسين. وتموز دكتور كيف رح يكون؟ تموز كان الحرارة أعلى لكن هل أعلى هلا حتكون بآب أعلى لسه. وتموز عفوا ايلول، ايلول انا تفاجئ بايلول طبعا ما حتكون مثل آب لكن حنضل مستمر الصيف، يعني حنضل مستمر بس ما رح يكون نفس الحرارة اللي حرارة صحيح. أعلى من معدلاتها يعني نحن عم نحكي عن حرارة أعلى من معدلاتها، ما عاد صفي شيء عنا حرارة حول أو أدنى من معدلاتها. حتى حنلاحظ غياب
فصل الخريف والربيع. أي الصيف والشتاء رح يتداخلوا. كنا عم نحكي تحت الهواء مع أستاذ رامي بوجيرة تحية والشباب، عم نحكي أنه موضوع الشتاء بيقاب، معقولة تشتي بيقاب؟ فعلا نحن أمام تمام شتت رح تشتي أمام اضطراب مناخي عنيف، وبالتالي ممكن نشهد أمطار بيقاب، ممكن نشهد سيول بأيلول. هذا الاضطراب المناخي ليش؟ لأنه ناتج عن احتباس حراري، عن تغيرات ضغط، عن حرارة مرتفعة جدا بتولد هذا التغير الكبير بالحرارة. رشا عفاف، نحن أمام فعلا ارتفاعات بحرارة مستمرة ذروتها عام 2025. مع السلامة. طبعا الدكتور من خلال استضافات سابقة يعني وعدنا من أيام شتوية نحن على موعد مع صيف حارق تماما، فاليوم نحن عم نشهد. وذكرت حضرتك وصف أنه كنا عم نشعر يعني وقت نطلع نشوف يعني نطلع البلاكين أو بالشارع تحس أنه نحن ضمن شيء ما أنه مفهوم، أنه تحس حد ينفجر في شيء بدون يعني أنت ضمن انفجار يعني. طيب نحن لأيمت مستمرين تمام القصة؟ لـ 2027. وكلام دقيق وأنا مسؤول عنه، يعني 2025 هو الذروة والنهاية 2027. طيب شو عرفني؟ 2027 تنتهي ظاهرة النينو بتخف، لما تنتهي ظاهرة النينو بتفرغ أعباء عنا. يعني هلأ آب هذا السنة هو عبارة عن تمهيد لآب السنة الجاية والآب السنة بعده، يعني ولذلك كثير مهم أنه نحن نتعود على هي الحرارة كنمط حياة. الله يبشرك بالخير يا دكتور. للأسف هي الظروف. فينا نروح نحن ونرجع بال 2028. لا نعمل قفزة زمنية نرجع 2028 نكون خالصة. للأسف نتعود على المشاكل. خلينا دكتور نرجع على موضوع نزول الشهب بالسماء بين ال 12 وال 4. أنا اليوم بدي أطلع أتمنى إنه ما يصير بقى حرارة وصيف نهائيا. شو علاقتها بالأمنيات؟ كثير حلو. على فكرة علاقة الشهب بالأمنيات هي علاقة أسطورية، لكن فيها جانب ما مبالغ تماما، فيها جانب خلينا مرتبط بالدين بالعقائد الدينية. مثلا وين بلشت القصة؟ بلشت عند بطليموس. بطليموس اللي حط خارطة السماء قال انه الآلهة بالهطل الشهابي تنظر بدافع الملل والفضول تنظر على الناس، فلما تطلع الآلهة فيصير في ثقب بالسماء فتوع النجوم، فبتكون الآلهة في حالة تقبل لطلبات الناس. من هون نشأت أسطورة الأمنيات لما الهطل الشهابي. ما منلحق يعني هو هيك لحظة يعني. لكن بالديانة المسيحية والإسلامية واليهودية، اليهودية والمسيحية بيقولوا أنه الشهب هي عبارة عن حركة ملائكة، والملائكة هي ملائكة نورانية فتحمل الأمنيات إلى الله، وبالتالي جميل أن نتمنى والملائكة موجودة. بالإسلام الشهب هي رجوم الشياطين، أي ظهور قوة الخير على قوة الشر. والعلم شو بيقول؟ العلم طبعا بيقول انه هي اساطير، طبعا اساطير، لكن نحن من باب التفاؤل منشجع عليها، يعني تفائلوا بالخير تجدوه. معلش يا جماعة مين شاطر اذا شاف شياب يتمنى يلا قوام. فنحن بالليلة شو بنعمل؟ بنوزع مجموعات وبنتبلش عد الشهب، وبنبلش بتلاحظي اصوات مرتفعة يا رب كذا واحد، يا رب كذا، يا رب ما لحقت نرجع خلينا نعيد. وبالذات نحن بنعرف يعني الشهب بذروتها فبنكون محضرين ورقة. يمكن مع اليقين وقت الشخص بيتمنى بيكون صحيح. كله يقين، يمكن هذا اليقين هو كمان بيساعد بجذب تحقيق هي الأمنية قانون الجذب. وعلى فكرة هي حالة نفسية كتير حلوة. يعني نحن ليلة الشهب تحديدا هي عنا إياها ليلة استثنائية، يعني كانت نحن بلشنا فيها يوم الجمعة وبقينا فيها لوش الصبح. كانت من أجمل الليالي. يعني كلنا مترقبين السماء، كلنا مشدودين شهاب يلا يا جماعة ننهي الليلة، لا واحد تاني استنى، واحد تاني واحد ثالث، كرات نارية نصور. ليلة كانت من أجمل الليالي. يعني كل وقت أنا عم أطلع على السماء. حتى الناس استمتعت بهذا المنظر. خلينا هيك دكتور نحكي عن الجمعية الفلكية السورية. دائما نحن فخورين بإنجازاتها وبمشاريع. اليوم شو في مشاريع جديدة؟ شو في تحضيرات؟ رشا بصراحة من ذكرتي ببداية سؤالك الاهتمام. نحن بصراحة بليلة الهطل الشهبي اللي فاجأنا، فعلا فاجأنا الكم الحضور الهائل. كنا متوقعين يجي ناس، كنا مجهزين، لكن العدد المشاركين تجاوز قمة توقعاتنا. يعني قديش كنا متوقعين الأكثر عدد إجا أكثر، فتفاجأنا بالاهتمام إلنا لأنه شو ظروف الأزمة، ضغط المعيشة، إنه الناس ما رح تجي تعد شهب معنا. بالعكس الناس بدها تفرغ، يعني عم تبحث على أي شيء اليوم إيجابي بحياتها. فاجأنا بالعدد الهائل، يعني كنا سعيدين جدا، عدد كان فوق الخيال. ورغم هيك نحن بالجمعية عم نجهز الآن لاحتفالية بذكرى دخولنا الاتحاد الدولي للفلك ب 30 آب، وذكرى تأسيس الجمعية ب 31/8 سجلنا الهطل الشهابي.
سوريا كانت من الدول القليلة اللي تجاوز عدد الحضور المئات، فكان بصمة سوريا ب 11-12 آب بالاتحاد الدولي للفلك أن سوريا من بين أكثر ثلاث دول، وهي فعليا لهلأ ما عاد عرفنا العدد، ساعتنا عم ننظم العدد، من أكثر الدول. الآن احنا دخلنا بثلاثة بس يا ترى شو ترتيبنا لسه ما بيان. من أكثر الدول اللي كان فيها مشاركة برصد الشهب، سوريا الآن رح تدخل داخل الاتحاد ومصممة بالبقاء بالاتحاد. في عنا كتير مشاريع مهمة جدا، القمر العملاق الأزرق رح يكون في فعالية خاصة فيه، رح نأكد بهذا اليوم أنه هي ظاهرة طبيعية، ما في ارتباط بالزلازل، ما في ارتباط بأي شيء. عم نجهز فعلا لأنه نكون دائما قريبين من الناس، يكون دائما مرصدنا مفتوح للجميع، ودائما نأكد على أهمية العلم ودوره في الحماية. اليوم شوي اتجاهنا بيئي نسبيا خلال الفترة القادمة، لأنه فعلا نحن بمرحلة خطر، نحن شايفين شو عم يصير، فحاسين بالخطر على بلادنا، وهي الأقل تأثرا ما بين دول العالم. دول العالم تأثرها أكبر بالحرارة، نحن الأقل تأثرا، ولكن رغم هيك لازم يكون في خطوات. اليوم نحن كجمعية عم نسلط الضوء حول هذا الموضوع، موضوع البلاستيك وخطورته، موضوع كيف نتجاوز هالحرارة، شو هي الإجراءات العلمية اللي ممكن ناخدها حتى نطلع من هاي دكتور المشكلة. ولو بدقيقة خلينا نعرف عن كوكب زنوبيا اللي اكتشفناه وسميناه كوكب تدمر. دقيقة قبل تدمر. ما يخلص تمام. عندنا كوكب تدمر وكوكب أوغاريت ونجم إبلة، نحن كوكبين ونجم. كوكب تدمر نحن قريبين من ذكرى تسمية هذا الكوكب، هذا الإنجاز الجميل جدا. كوكب كما يلفظ يكتب تدمر، مثل أوغاريت مثل إبلة. نحن كان هدفنا ما نسمي على أسماء شخصيات، نسمي على أسماء شيء حضاري، لنقول للعالم كله هاي الحضارة رح تبقى. حاولتوا تدخلوا عليها بالإرهاب على الأرض، نقلناها مباشرة للسماء لنحفظ هذا الاسم دائما بعقولنا. تدمر، كوكب تدمر من أهم الكواكب اليوم التي تدرس، لأنه يدور حول نجم يسمى نجم الراعي، وهو نجم القطب القادم، وبالتالي له أهمية خاصة. فتخيلوا كل العالم اليوم، العلماء تحديدا عم يقولوا كوكب تدمر، دراسة حول مدار كوكب تدمر، دراسة حول غلاف الجوي لكوكب تدمر. دائما بيسألوا شو هو كوكب تدمر؟ هو الحضارة التي كانت في سوريا. فكانت رسالة مهمة جدا، فعلا كان إنجاز نحن نعتبره من أهم الإنجازات. ردنا على الإرهاب العلمي، دائما إلنا رد مثل ما رد العسكري في رد علمي، فكان ردنا بكوكب تدمر. اكيد يعني السوريين معروفين ان كان اطباء او فلكيين او عالمين، معروفين بالردود القويه والاكتشافات العظيمه. ان شاء الله على طول هيك المزيد من الاكتشافات والمزيد من التوفيق والتالق والاخبار الحلوه اللي بتصير. شكرا لك. شكرا عفاف، لا تنسي اليوم روحتي عليك شو بدي اتمنى ما بقى لي شو في شهاب مشان يعني تضل متسلسل. شكرا عفاف، شكرا رشا. شكرا دكتور محمد، نحن فخورين فيكم وبي نشاط الجمعية، ونتمنى هيك اليوم تكون الإمكانيات متاحة أكثر لتحقيق الإنجازات. شكرا لحضورك وصباحك خير وشهب وأمنيات حلوة. يسعد صباحك، شكرا لكم.